تعال أنا رحال وعاشق أنا الترحال ومن ديره وديرة جايب معاي سؤال رحال أنا رحال وعاشق أنا الترحال جايب معاي سؤال معلومة أو معلم ولا مثل ينقال واللي يجاوبني يبشر بطيب الفال معلومة أو معلم معلم ولا مثل ينقال واللي يجاوبني يبشر بطيب الفال اليوم أنا مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من برنامج المسابقات والمعلومات والثقافة رحال. اليوم بنسافر معاكم من قطر الحبيبة من أرض الطيبين أرض النخوة والكرم، نسافر إلى القارة السمراء أرض أفريقيا الغنية بالموارد الجميلة بغابات الاستواء الممطرة، والحقيقة بها الصحراء الكبرى. أفريقيا قارة الشباب والمستقبل. وقبل لا نبدأ بالمسابقات ونشوف التقرير نبي نعرف الشنطة ايش فيها يا أبو داود. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المسابقات برنامج رحال. سؤال التواصل الاجتماعي اليوم في التويتر والانستغرام يقول: هي أعلى قمة في أفريقيا تقع في شمال تنزانيا، كانت في السابق كان في السابق بركان ثائر واليوم صار مقصد سياحي يقع بالقرب من خط الاستواء، مكان معروف جدا. واغلب الاجابات اللي وصلتنا عبر التويتر والانستغرام بالفعل اجابات صحيحه، ننتظر اجاباتكم مشاهدينا الكرام. والحين طبعا قبل لا نبدا المسابقات واليوم حلقتنا خفيفه واسئله سهله، نروح نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه. طائرة رحال ستجتاز هذا اليوم شبه الجزيرة العربية نحو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتتبع خطوات المهاجرين المسلمين الأوائل إلى أرض الحبشة إلى بلد النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد. وبعد ساعات من التحليق فوق البحر الأحمر وخليج عدن سنصل إلى منطقة القرن الأفريقي، فتستقبلنا أديس أبابا التي تعني الزهرة الجديدة، عاصمة ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، والدولة المشهورة باسم برج المياه لأن عدداً من الأنهار الأفريقية تنبع من أراضيها المرتفعة، ولهذا فإنها تملك أكبر احتياطي للمياه في أفريقيا. أما شهرة هذا البلد فهي تأتي من لغته الأمهرية القريبة من اللغة العربية ومن شهرة عدائيه، وخاصة في سباقات المسافات الطويلة ومن طعم قهوته الفريد في كل بقاع الأرض. وتتواصل رحلة طائرة رحال لتصل إلى جمهورية كينيا على الساحل الشرقي لأفريقيا، وقد كانت في القرون الخوالي منطقة نفوذ تجاري للعرب قبل أن يستولي عليها البرتغاليون ثم الإنجليز.
أما عاصمتها نيروبي وتعني مكان الماء البارد، فهي تزهو باسمها الجديد وهي المدينة الخضراء تحت الشمس، ليس لأنها مركز للأعمال متطور جداً ولا لأنها مقر لكثير من المنظمات الدولية، بل لأنها تزخر بكثير من المنتزهات والحدائق الخلابة، وأشهرها على الإطلاق منتزه أوهورا الذي يعني الحرية باللغة السواحلية، وهي اللغة الرسمية لهذا البلد التي تمتاز بأن كثيرا من كلماتها عربي أصيل، بل كانت تكتب بحروف عربية قبل أن تتغير للحروف اللاتينية مع احتلال البلد. ويستمر خط طيران طائرة رحال على الساحل الشرقي لأفريقيا ليبلغ جمهورية تنزانيا الاتحادية، وتاريخ هذا البلد يؤكد أن اسم تنزانيا مشتق من اسمي دولتين هما تنجانيقيا وزنجبار، وقد توحدتا عام 1964. أما التاريخ القديم فيؤكد أيضاً أن سواحل هذا البلد كانت مركزاً تجارياً للعرب العمانيين لقرون طويلة وعرف باسم زنجبار. أما ميزة هذا البلد فهو زراعته المزدهرة وسهول السافانا التي تكثر فيها الحيوانات البرية، وبحيرة فيكتوريا ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، وجبال كليمنجارو أعلى قمم جبلية في أفريقيا، ومدينة السلام التي كانت مدينة العرب والمسلمين الأولى في الساحل الأفريقي. المحطة الأخيرة في رحلة طائرة رحال فهي جمهورية جنوب أفريقيا، أكثر الدول الأفريقية تطوراً اقتصادياً وعمرانياً، وأكثر بلد أفريقي تنوعاً في الأجناس الأفريقية والآسيوية والأوروبية، ومنهم نيلسون مانديلا رمز التحرر والنضال والمصالحة الوطنية بين كل أبناء هذا البلد. رجعنا لكم مرة ثانية بعد هالتقرير الجميل يا أبو داود، وناخذ متسابقين لأن أعتقد هم الحين آخر الأيام والكل يبي يشارك والكل يبي يفوز بال100,000 وجوائزنا الحلوة والقيمة. ناخذ نائلة من الجزائر. نائلة، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا نائلة من الجزائر. نائلة من الجزائر. من وين من الجزائر؟ رمضان كريم. علينا وعليك. عاصمة الجزائر. من العاصمة الجزائر. نعم. نايلة قصي على صوت التلفزيون واسمعينا من التلفون. أوكي. أحسن. أوكي مقفلة. يلا. أوكي. يلا السؤال الأول. أوكي. السؤال يقول. نعم. سياسي مناهض للنظام الفصل العنصري كان رئيسا لجنوب أفريقيا، من هو ومعروف؟ نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا. 2000 ريال يا نايلة. قدام روح سؤال ثاني. حلو هذا سهل. يلا. هذا سهل لكن الجاي شوي سهل. يلا ابو داود روح. قلت اسرع شوي يا نايلة. سياسي من ليبيريا حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، من هو؟ لاعب معروف جدا احترف في أوروبا. تبي الاحتمالات؟ احتمالات من فضلك. يلا نشوف الاحتمالات. سونج، إيمانويل أمونيكي، جورج ويا. جورج
جورج ويا. جورج ويا لا ترددين 3000. السؤال اللي عقبه نايلة قدام ولا 3000؟ نعم. حلوين القدام شيخنا القدام. يلا يلا يلا. أنت محظوظة بنجمة سهيل طلعت مع أول متسابق معنا. 8000 ريال ونصيحة طيبة، اسمعي كلامي وأنا أخوج للسحاب طيب. نزيد القدام. عندي ولدي جواد وجواد وائل يقولوا لي ماما القدام. يا نايلة يا نايلة لا تعاندين، السؤال اللي جاي ما في مساعدة وصعب. معليش شيخنا تلعيد تلعيد مساعدة تلعيد. 8000 يعني أكثر من يعني 2000 وشي دولار. قدام شكوله؟ معليش القدام شيخنا. قول القدام، قولي قدام قدام قدام. فماش مشكل القدام إن شاء الله قدام. كم يبلغ عدد الدول في القارة الأفريقية؟ والسلام عليكم وانت في افريقيا. خيارات خيارات. نعم 54 دولة، 63 ولا 55 دولة؟ وما عندنا مساعدة وقلنا لك يا نايلة اختاري الوقت. اختاري يا نايلة اختاري سرعة 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 سرعة. 54 54 صح 54 صح وي. نايلة حلوين. نايلة نعم 9000 نعم حلوين. شيخنا أخلص الحمد لله. يلا يعطيك العافية مبروك. يعطيك العافية شيخنا عيد كريم. يلا يلا مبروك. وليد وليد مرحبا يا وليد من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام يا وليد. يعطيك العافية أستاذ جاسم. حبيبي يعطيك العافية الله يحييك. السؤال الأول يقول من هو المنتخب المتوج بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015؟ غانا، ساحل العاج ولا الكاميرون؟ وليد وليد قول دروغبا قول. في اختيارات يبي اختيارات اختيارات قدامه. ايضا ما عنده تلفزيون من معنا. مي ناخذ مي من قطر. مي السلام عليكم. عليكم السلام مي. اهلا مي. كم عمرك يا بنتي؟ 25. مي اكيد صوتك كأنك 16 17. مي نعم اكيد 25. والله 25. منو عندك منو عندك يساعدك؟ عند الوالدة وعندي خواتي تنتين. زين يلا 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 روحي مي تستاني. يلا أبو داود يلا. سؤالك الأول يقول دولة عربية تقع بمنطقة القرن الأفريقي وعلى مضيق باب المندب، ما هي هذه الدولة؟ جيبوتي، السودان ولا اليمن؟ دولة عربية. لا تعيدين السؤال لا تعيدين السؤال. اختاري. يلا قولي جيبوتي جيبوتي قولي جيبوتي. جيبوتي صح. جيبوتي. مي دائما انت نعم. جاوبي وخلي خواتك وامك يجاوبون وبعدين احنا بنساعدك. الوقت ترى 15 ثانيه بسرعه يا مي. السؤال اللي عقبه قدام. الله. ما ترتيب افريقيا بين القارات من حيث المساحه وعدد السكان؟ والله سؤال صعب. ايه ترتيب افريقيا عندكم جوجل وقصري على التلفزيون. تبي خيارات؟ لحظة شوي. خيارات 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 انتهى الوقت. خيارات اوكي خيارات. يلا الأولى الثانية الثالثة. الأولى الثانية 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 صح. مي اسمعينا نعم. من اسمعينا من التليفون وقصري على التلفزيون. قصري على التلفزيون قصري على التلفزيون. قدام ولا انسحاب طيب؟ 3000 حلوين بعد. لا بكمل ان شاء الله. يلا نايمة سهيل يا مي الكمبيوتر يحبك. خلاص انا سمعت نصيحتي وانا ابوك 8000 حلوين. شاوري الوالده. شكرا
اكمل ولا لا؟ بعدين ترجعين 2000 وما في مساعده. مي مي لا خلاص بنسحب بنسحب. يعطيك العافيه مبروك. تستاهل. اليوم الانسحابات والقناعه زينه. قناعه زينه الناس قامت تخسر. حاصل ونرجع مره ثانيه. كل يوم انا رجعنا لكم مرة ثانية. الأخ وليد اللي اتصل من قطر وما فاز بشيء، لا انت احنا اتفقنا من أمس ان العاشر الأواخر أي واحد يتصل حتى لو خسر له 2000 ريال. أخ وليد انت دخلت معنا ب 2000 ريال. من معنا يا زينة؟ بسام من لبنان. بسام أستاذ عبد العزيز حبيبي، كيفك يا بسام؟ والله الحمد لله، نشكر الله مبارك عليكم شهر رمضان وما تبقى منه، والله يغفر لنا ويغفر لكم ان شاء الله. انت سوري في لبنان صح؟ اي والله اشتغل في لبنان انا. والنعم والله والنعم. عطوا لنا السؤال الاول حق بسام. يلا السؤال يقول، شد حيلك معانا، ما هي عاصمة الصومال؟ مقديشو صح عليك، برافو عليك يا بسام. السؤال اللي عقبه قدام، شكله شاطر. الله معلوماتك حلوه يا بسام. جاسم سلمان السؤال الرابع يعطيك صعب، سؤال احنا ما نعرفه. سؤالك الثاني يقول بعد عن عاصمه، ولكن هالمره عاصمه جمهوريه النيجر. شنو هي عاصمه النيجر يا بسام؟ عاصمه جمهوريه النيجر. ايوه تعرف ولا بدك خيارات يا بسام؟ دقيقه ما في وقت. يلا خيارات. نيامي أغاديس ولا ديفا؟ قال نيامي صح. بسام من عندك يساعدك يا بسام؟ انقطع الخط بسام. مبروك 3000 ومن معنا خالد من قطر. خالد أبو وليد. السلام عليكم. عليك السلام يا أبو وليد. خالد كيف؟ الله يسلمك يا أبو وليد. الله يرحمه. وليد انت في وين الحين؟ اي منطقه قاعد؟ في وين حاليا؟ في المطار. لا يعني في الميلس، في السياره، عند الربع، في البيت؟ اي نعم. منو عندك في البيت؟ عندي ولدي ومرتي معي. زين خلي يساعدونك. انت كم مره اتصلت خالد؟ ساعدوك. كم مره اتصلت؟ اتصلت فوق ال 500 مره ولا 600. كل يوم ولا كل الاتصالات؟ كل يوم. كل يوم 500؟ نعم. ما عندنا جائزة ب 500 ريال، شنو عطلك اياها؟ ضبطونا عاد. ضبطك شلون بعد؟ انتو شطارتك ضبط روحك واحنا حاضرين قدام. السؤال الأول. السؤال الأول يا أبو وليد. تفضل. السؤال يقول، يلا قول يا. ما اسم اللهجة البدوية المشتقة من العربية التي يتكلمها كثير من الموريتانيين؟ الحسانية، الولوفية ولا البمبارية؟ والله البمباري. لا غير حسن فوق حظك. فوق فوق حسن فوق حظك. فوق فوق حسانية. صح حسانية. خالد شد حيلك يا خالد، بساعدناك سؤال الأول وصعب شوي لكن ما عليه. السؤال الثاني يقول، ما هي أقصى نقطة في شمال قارة أفريقيا؟ أقصى نقطة. تبي خيارات يا خالد صح؟ يعطني خيارات. روح يبا روح. الرباط في المغرب، الإسكندرية في مصر، ولا رأس ابن السقة في تونس؟ الثالث صح. الله عليك خالد. تخمين ولا عندك معلومات انت؟ لا هاي عندي معلومة. عندك معلومة عنها؟ اي نعم. بنشوف الجاي. روح يلا الطيارة.
شوف السؤال الثالث يا خالد وركز ويانا شوي. ما اللغات التي يتحدثها غالبية سكان جنوب أفريقيا ووسطها وشرقها؟ عطني خيارات. يلا نشوف الخيارات يا. اللغات النيلية، لغات البانتو ولا اللغات الشرقية؟ شيء غريب شوي يعني. البانتو. الله عليك. ها خالد 4000 ولا قدام؟ قدام قدام الشيخ. روح. أين تقع جمهورية بوروندي بالنسبة لقارة أفريقيا؟ جمهورية بوروندي أول مرة سمعنا. عطني خيارات هاي صعبة ترى. ما عليه. جنوب ولا شمال ولا وسط القارة؟ وسط القارة. يا سلام عليك. يعني ما علمتك ترى كلش. ها الله يرحم والديك ابو وليد. خمسة حلوين. سؤال خامس هذا ما في مساعدة لا تطالعنا. توكل على الله ان شاء الله. روح معزم. ان شاء الله يكون سؤال سهل عاد. في اي عام استقلت غينيا بيساو عن البرتغال؟ يلا عاد. يلا عطي خيارات. يلا شوف فكك الرموز الحين يا ابو وليد. 1988 1956 ولا 1973 يا خالد؟ خمن خمن. 1973. الله عليك الله عليك والله ابو وليد حياتني يا ابو وليد. الحمد لله رب العالمين. هاي صندوق وليد اختار. نختار عطنا رقم 3. 3 شنو في 3؟ زينه افتح خلاص. توكل على الله. يلا كم عنده هو؟ 6 6 8 ومن غير ما اشوف الكرت. لا الكرت ان شاء الله. 10 10 عطنا الكرت يا ابو جابر. 12 حلوين. 12 الكرت ان شاء الله. الكرت 14 14 يا خالد. شو تقول لك المدام؟ اسمعها تقول لك الكرت. لا خلاص الكرت على طول. 15 اسمع الكلام. اخذنا شوره وقلنا الكرت. 20 والله 20 خالد. خالد الكرت يا ابو جاسم. 25 25 25 ان شاء الله الكرت يا ابو جاسم. 30 ها ابو وليد. عطنا الكارت. عطنا خلاص الكارت. خلاص الكارت خالد الكارت. خلنا نشوف اول كذاب بعد. ابراح الناس ما قامت تصدقنا. خلاص 30 قرار عنده ثقل فيه. وعود كمبودي كارت ولا 30 خالد. خالد عطنا الكارت يا ابو جاسم. 35 لا ما دام 35 عطنا الكارت. الكارت انا اقول لك متاكد الكارت باذن الله. ابو وليد اسمع كلامي اسمع كلامي يا ابو وليد. 35 حلوين ولا الكارت؟ اشم. يا سلام يا سلام. يا ليتني انا اللي متصل. وليد الكرت. الكرت ان شاء الله. 40 لا خلاص الكرت. معزم على الكرت. معزم ان شاء الله. 40 يا ابو وليد حلوين. معزم ان شاء الله يا ابو جاسم. امم 40 شيل منها حط مني 45. سلام تفرق معاك 65 ولا اقل؟ 55. كم قلت عين انا؟ 45 لا 40 ايه مش 65. لا قلت تفرق معاك. ايه تفرق 40 معاك 40000 ما قلت 65. لا خلاص عطى الكارت يا ابو جاسم. معزم. معزم ان شاء الله. انت كنت معانا كم هو؟ 6 6000 ضرب 2 يعني 12000.
عشان تعرفون ترى انا والله كريم العشر الاواخر طيب. اسمع كلامي وليد 40 ما عليكم مني اقول 45 وصلت. اي وصلنا 45. شوف ما تسمع كلامي يا خالد لكن هاي نصيبك يستاهل وحافظك وما تثقون فيني. من معنا؟ الو السلام عليكم. مرحبا يا ابراهيم، من وين؟ من الامارات. يا والله من العين اخوي. والله والنعم دار الزين. دار الزين والنعم. والله من النعم فيكم، شو حالكم اخوي؟ الله يسلمك حبيبي، شو رمضان وياك؟ والله الحمد لله، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. اكيد يا رب يا رب. شلون الهريس؟ تاكلون هريس كل يوم ولا يوم ويوم الجمعه؟ ايوه ضروري لازم هريس، هريس كل يوم لازم. واحنا نسميه ثريد، شو تسمونه في الامارات انتم؟ ثريد؟ نسميه ثريد بعد. ثريد مثل الكويتيين يسمونه تشريب، احنا وانتم البحرين نسميه ثريد. نعم. يلا يبا السؤال الاول. السؤال الاول يلا. نعم. دوله افريقيه عاصمتها أسمرة ويتكلم كثير من سكانها اللغة العربية، ما هي؟ أريتريا، أثيوبيا ولا الملاوي؟ ها أريتريا، أثيوبيا، الملاوي. أبو خليل أريتريا إن شاء الله. منو؟ أريتريا. أريتريا يقطع صوتك صح، مع أنك ما قلته بس أنا أقول يقطع. إبراهيم غير مكانك، كنا صار مو بواضح عندك أبو خليل، كنا انقطع الخط ما نسمعك زين، يقطع تيزر. ايوه يلا سؤال ثاني. سؤالك الثاني يا ابراهيم يقول ما هي عاصمة كينيا؟ شن هي عاصمة كينيا يا ابراهيم؟ تبي الخيارات؟ يلا نشوف الخيارات وياك. خلي ساعدك الحرمة. مومباسا، كنشاسا ولا نيروبي؟ نيروبي صح. تساعدك الحرمة ولا ما تساعدك؟ ما شاء الله عليك. ايه ما شاء الله عليك. سؤال اللي عقبه، قدام ابراهيم ولا 3000؟ دولة افريقية يعني اسمها ارض الالف. تل. الالف تل. مبطل تل. تل تل. تفرق. خيارات. خيارات. خيارات روح. شو اسمه؟ بوروندي، اثيوبيا، جمهوريه رواندا. رواندا. رواندا رواندا صح. ما شاء الله عليك يا ابراهيم، تعرف عن افريقيا زين، معلوماتك زينه. اللي قاعده جنبك من هي المدام؟ ابراهيم اللي قاعده جنبك زوجتك؟ زوجتي والله. نعم. هي اللي شاطره ولا انت شوي لك عليك؟ نسمعها اذا رحنا والله. الله يخليه لك، خليكم حق بعض. قدام يلا قدام. السؤال الرابع، ما البلد التي يشار اليها باسم افريقيا المصغره؟ هناك تشوف. اي اشوف والله يعين. لا اله الا الله زرقاء يا ماما. لا اله الا الله. عطى خيارات. عطى. ها ابو خليل. كاميرون، نيجيريا ولا السنغال؟ ساعدنا في السؤال. روح الاول روح الاول روح الاول ان شاء الله. زين الحين السؤال يا شو كم؟ الخامس؟ هذا ما في مساعده يا ابو خليل، وقول حق المدام ما في مساعده. القرار عندك. 5000. لا اذا ايش ايش تبي؟ لا يمة سهيل عندنا متين راح. ما عندنا يمة سهيل يا ام. شو اسم الولد يا ابو خليل؟ ابو ادم. ابو ادم. ابو من؟ ادم. قال ابو ادم. ها ابراهيم 5000 حلوين حق العيد، جلابيات المره ولا بدر؟ يلا زين. ها الحمد لله. الحمد لله. الف الف مبروك. تستاهل. تستاهل يا ابراهيم. من العين. من مين؟ باسل من امريكا. من وين؟ من امريكا يا باسل. باسل من شيكاغو. يا سلام. ولاية حلوة. رحت لها؟ لا ما رحت. انت ما رحت كلش؟ اي كلش ما ركبت الطيارة كلش. سريلانكا تجيب خدمات. سريلانكا حلوة. شوي مفتح مكتب خدم انا وياك. يلا بعد البرنامج. يلا خلينا نروح ابو داود. يلا باسل سؤالك الاول يقول ماذا يحد قارة افريقيا من الشمال؟ البحر المتوسط، البحر الاحمر ولا المحيط الهندي؟ يلا يا باسل. نعم
اختار يلا. متوسط الاحمر الهندي. فوق 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 خليك فوق. الهندي؟ لا لا فوق فوق. رقم واحد. صح صح صح. انت اللي جاوبت. ايه. يلا روح. يلا يا باسل سؤالك الثاني. روح بداود روح. يلا. سؤالك الثاني يقول ما الدولة الأفريقية التي كانت تسمى زائير؟ هي دولة كان اسمها زائير وتغير الاسم، تبي الاحتمالات؟ احتمالات؟ يلا نشوف الاحتمالات وياك. أفريقيا الوسطى، بنين ولا الكونغو الديمقراطية؟ وخلك سريع. جواب الثاني. الثاني؟ الثاني ثبت ثبت خلاص. ولا يا باسل؟ والله يا باسل إن الكونغو الديمقراطية الإجابة الصحيحة. وفاصل ونرجع لكم مرة ثانية. كل يوم أنا رجعنا لكم من جديد بعد هالفاصل وعندنا مكالمة من ماليزيا. محمود من ماليزيا مساء الخير. مساء النور والسرور. كيف حالك يا محمود؟ الله يرضى عليك. يلا. الحمد لله تمام. كيف حالك انتو؟ انت ماليزي محمود؟ لا انا من الصومال لكن طالب ماليزيا. يا والنعم بأهل الصومال، اكيد عندك معلومات عن افريقيا. والنعم بحالك ان شاء الله ان شاء الله. يلا يا محمود نشوف اول سؤال. ما هي المنطقة المنظمة الدولية التي تتألف من 52 دولة أفريقية وتأسست عام 2002 معروفة؟ الاتحاد الأفريقي، ائتلاف أفريقيا الكبرى ولا التجمع الأفريقي؟ الاتحاد الأفريقي. صح الله عليك 2000 ريال. يلا خليك أسرع شوية يا محمود وإن شاء الله المعلومات عندك لأنك أنت من أفريقيا. سؤالك الثاني يقول إن شاء الله ما هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي لغتها الرسمية الإسبانية؟ ممكن الخيارات؟ يلا الخيارات. غينيا الاستوائية، بنين ولا ليبيا؟ غينيا. غينيا صح الله عليك. صح تمام. إن شاء الله معلوماته حلوة. حلو محمود. أهلين أهلين مسعود. حبيبي محمود يعطيك العافية. الله يرضى عليك. شو الأجواء في ماليزيا؟ والله الحمد لله تمام. لا الحين الوقت متأخر السحور يعني. لا عندكم حر الحين صح؟ الحين حر حاليا نعم صح. ايه بس مطر. وهو مطر بس ايه. مطر حار يعني مو هذا يحب يروح. ومطر سريلانكا يعني مش دايم. ما هي الدولة التي تحيط كليا بدولة جنوب افريقيا من جميع الجهات؟ دولة. خيارات يا ابو حنف. ممكن خيارات؟ ممكن من عيوننا. ناميبيا ولا بوتسوان ولا ليسوتو؟ بوتسوان نثبت خلاص ولا اغير ولا والله انا يعني من رايي غير 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 الخيارات صح صح. محمود اسمع نصيحة ديوان اخوك 4000 حلوين. أيوة. ثقافتك الافريقيه مو هناك. 4000 حلوين والله. بس الصوت شوي بس يتاخر عني يعني لو اي. الحين انت ايش قررت قدام؟ الحين في الرابع ولا في انت الحين في السؤال اللي جاي الرابع. اللي جاي الرابع. لا اللي جاي الرابع وصعب وما في مساعده. صعب ما في مساعده. لا ساعدناك في هذا. خلاص تمام ان شاء الله. مبروك مبروك يا محمود يعطيك العافيه. محمد من السعوديه ابو جاسم. عليكم ورحمه الله وبركاته. ارحب يا ابو جاسم. الله يسلمك ابو سعود. حبيبي من وين مرحبا من وين من السعوديه؟ من قريب الحسا طال عمرك. والله والنعمه اهلنا وربعنا وجيراننا.
قريب كلكم هل المملكة على راسنا والله. الله يرحم والديك. روح يا أبو جاسم روح. ما هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي استضافت نهائيات كأس العالم؟ جنوب أفريقيا. صح. جنوب أفريقيا صح. 2010. ما شاء الله. رياضي أنت بدوي. تابع رياضة. شيء بسيط. شو تشجع برشلونة مدريد؟ برشلونة. طلع برا طلع. برا. هذا سؤال ثاني. يلا. ما هي اللغة الرسمية في جمهورية بنين؟ ها محمد قطرية ولا سعودية ولا كويتية؟ خيارات خيارات برتغالية سواحلية فرنسية ولا حساوية؟ فرنسية صح قريبة من حساوية شوي. أبو داود روح حبيبي. سؤالك الثالث يا محمد وخليك أسرع شوي واسمعنا من التليفون. سؤالك يقول بوركينا فاسو دولة أفريقية فماذا يعني اسمها؟ وأنا زرت بوركينا فاسو. لا ها؟ ما شاء الله. إيش تقول بابات؟ ما بغيت تسافر؟ تبي الخيارات؟ الخيارات. يلا شوف. ترى أنا زرت الحسا وايد والله حلوة الحسا. حلوة الحسا. بلد الناس المهاجرين، بلد الناس المجتهدين، ولا أرض الشعب الأمين؟ أرض الشعب الأمين. يا سلام عليك يا أبو جاسم. أبو جاسم حد عندك يساعدك ولا؟ معلومات والله عندي بس متأخرين الله يجزاهم خير شوي. هم ربعك هم متأخرين ولا احنا متأخرين؟ لا لا هم المتأخرين ولا لا يعني يوك متأخرين هم؟ لا لا المعلومات ما يعطون المعلومة المتأخر بعد ما جاوب يدورون جوجل يعني حصلوا السؤال والجواب. زين منهم يساعدونك يا محمد أبوي. هذا الرابع قدام ولا 4000 حلوين؟ توكل على الله قدام ان شاء الله. روح يلا يلا. نهر بأفريقيا منبعه في غينيا ويصب في المحيط الأطلسي، ما اسم هذا النهر؟ يلا يا محمد ناخذ خيارات ان شاء الله. يلا شوف الخيارات وياك. نهر النيل، نهر غامبيا، ولا نهر السنغال؟ ابو جاسم خمن. يلا نهر غامبيا. اثنين غامبيا صح. شوف ابو جاسم سؤال خامس. تمر. ابي من عندك تمر وابي قناد وابي هيل وابي لبن اذا اخذت لي 100 ألف. امشي ايش تبي على الساده؟ ايش تبي حق امك؟ بقصب مال السعودية زين؟ حلو ايه. بقصب في الكويت. بقصب في الكويت عندهم بعد. ترى علي اذا ما تعرف لا تحرجني. الشابوره عندكم الشابوره؟ ايوه الشابوره موجوده. الشابوره هو علي الصادم يا رجال. حد عزبه حمد جاسم حد ما يصعب. عبد الله في اي عام تاسس الاتحاد الافريقي لكره القدم؟ والخامس ما ساعدناه كله صح؟ اعطوني خيارات. اعطوني يا زين خيارات. 1950 57 70 57 ولا 57 ولا 59 ولا 57 57 وقمنا صناديق. يلا اختار اختار يا محمد. ربعنا هذا الحس يستاهلون يستاهلون. الله يعطيك العافية. ثلاثة راح عندك. واحد اثنين أربعة خمسة ستة. نقول واحد إن شاء الله خير الأمور أولها إن شاء الله. أبو جاسم أبوي يعني انا ما ادري يعني انتم عزمين على صندوق واحد انا ما اعرف والله ايش فيه يعني منو حواليك انت والله يعني وين الصفقه وين التشجيع وين يلا يستاهلون. خلاص اطلع الصندوق رقم واحد ابو جاسم توكل على الله. انا ما اعرف ايش فيه لكن اطلع توكل على الله. اذا طقيت الزر كذي خلاص كسرتك. توكل على الله ان شاء الله. توكل على الله ان شاء الله. كله من رواد. رواد اقول لك هذا يبي طالع. حلو. كم هو؟ انا ما شفته والله، والله ما شفته. كم هو يا رواد؟ 6000. ولانكم جيراننا وهذا الحس الطيبين 10000. يا سلام. من يقول؟ كم يقول؟ عبد الناصر بارك الله. الكرت يا ابو جاسم وتستاهل.
وسلم على ابو نواف اللي مال البشوت، شو اسمه نسيت ابو نواف، نسيت رفيجي خوش بشوت يسلم القطرية. ايه 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 يستاهل هذا 2000 من عند ابو نواف 12. سلام ايش هذا؟ ما وزنته يا ابو سعود؟ ما وزنته، وش توزنه؟ لازم اشوف الكرت واوزن 15 من غير ما اشوف. حلوه محمد روي 15 من غير ما اشوف، لما اشوف اوزن. لا الكرت ان شاء الله، الكرت ان شاء الله. سلمان من غير ما نشوف 15 كم بتزيده حق بوركينا فاسو؟ ما شاء الله من حسن. ايه. 17 كريم ابو داود والله بخيل 2000 عشان من حسن بعد يستاهل 17 اخيل انت خيك 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 ابو داود والله ابو داود مسكين والله ما يدري ايش الكرت والله ما لعب الكرت ان شاء الله. انت شفت اللي قبلك اسمه خالد؟ ايه وصلناه 45000 طلع 12000. انا الحين معطي كم قلنا؟ 17 و 3000 من عند علي الساده وايد يروح العزاء 20. وما اقدر بطلع بطلع ابو سعود اوزنه وبطلع وشمه خلينا نشوف. يالله يالله شوف هذا من عند رفيجنا اللي عندكم بيعدهن عود، ما اقدر اقول اسمه عشان ما يقولون دعاية معروف يعني يعني كمبودي، وهو يعني كمبودي على تايلندي على بورمي على سريلانكي على سريلانكي يعني بس ثقيل ثقيل والله. الخلطة هذه ما تفوت يا ابو سعود نبيها والله. الكرت هذا ثقيل يا ابو جاسم ثقيل، لكن مو كمبودي كمبودي. نعم الكرت توكل على الله يا ابو سعود. كم وصلنا احنا؟ وصلنا كم؟ 20؟ 20 وجيراننا واهلنا وهذا الحس الطيبين 25. 25,000. قلت يا ابو سعود احب الخلطات يا ابو سعود، الخلطه هذه ما تفوت. والله شوف اذا ما قلت لك كمبودي اصلي مركز الباقي فانا ما باقي خلطه خلطه. نعم. واحنا اهل دهن عود ونعرف هالسوالف. كفو. ايه. وما نبي منك لا لبن ولا قناد ولا هيل وهون ولا قهوه، ما نبي شيء. استمر هذا الاقل. تمر بخير وايد. ها ابو جاسم. شاور. شاور عيالك 25 وبعدين لا تزعل. ها؟ عندي بنت صغيره لا تقول لي كرت مصمم على كرت. كم عمرها؟ 7 سنين. كم؟ حفظها 7 سنين. عطني اياها، عطني اياها، شو اسمها؟ نورة يبا نورة حبيبتي. الكرت 25000 بيودي بي بس قطر من عيد. نورة لابو الكرت الله يحفظها. هاي شكلك مدربها يا ابو جاسم. شيء بصير نورة 25 وبتين قطر ومدش مسرحية الأطفال ومسرحية نطار الوزير. هاي لازم اقول هاي دعايه غير مباشره وعلي الساده. شوف عشان نوره كلمتنا 5030 تستاهل نوره. بيبان عندك موجود؟ لا بس ما نقدر نزيد. هاي هاي ديب العود. يو ديب العود هذا ديب العود مفتوح الليمت 30 وما عندنا زياده يا ابو جاسم. وذيبان العود ترى كريم وابوه كريم وهو كريم معروف والله. آه. يا ابو سعود العشر الاواخر ان شاء الله نبغي ذا الكرت. 30000 العشر الاواخر حلوين ترى من اول الشهر وحنا نتصل ما شبك الا اليوم. وعليك كل العالم تتصل وانتم لكم ربعنا واهلنا قريبين منه. 30 ها 30 شو يقول ذيبان؟ 35. السلام. هذا العود موجود عندنا مساعد مدير التلفزيون وما يبقى يسمع عشان مسكين متأذي. الذيب العود انا اسميه 35. قال زيده يستاهل. يستاهلون اهلنا وربعنا هالحسن. يستاهل محمد. ها يا ابو جاسم 35 حلوين. فكرت يا ابو سعود ان الله غلط الذيب ولا فقره يا ابو سعود. عطني نورة عطني نورة عطني نورة. يلا هذه نورة ما منك فايدة صح. عطني نورة. نورة يبا تبين الكارت ولا 35؟ أبي الكارت. قول يا أبي الكارت 5 مرات. أبي الكارت أبي الكارت أبي الكارت.
قولي. أبي الكرت، أبي الكرت، أبي الكرت. تبين الكرت؟ أبي صفقة، أبي صفقة تشجيع. وين الصفقة يا محمد؟ وايد وايد وايد. يا محمد أنت. أنا بفتح الكرت، أنت ما سمعت الكلام. 35 حلوين، وعندك مناك وعندك مناك، قلنا بنعطيك يعني 6000، لكن ما سمعت الكلام. وأقول لك يا محمد ثلاث ساعات أنا صاج، أقول لك هارد لك وألف مبروك ل 100,000. تستاهل تستاهل عبا صابع. يعطيك العافية يا أبو سعود. يا محمد خليك معنا. يعطيك العافية محمد. وجاسم يا ابو نوره، شو اسم ولدك العود؟ شو اسم ولدك العود؟ نوره 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 بنتك العوده، الله يخليها لك، هي البركه وتستاهل. ايش بتسوي في 100,000 يا محمد؟ العيد جاي ان شاء الله الامور طيبه. ايه العيد وهالله الله في نوره لك لك ان شاء الله. ان شاء الله على الاقل تعطيها 10 والباقي 90 بينك وبين ام العيال. ان شاء الله. وحياكم الله عندنا في الدوحة، ما شاء الله عندنا في العيد فعاليات كثيرة، إدارة السياحة عندنا أي عمل السياحة عندنا ما شاء الله فعاليات كثيرة. اليوم أنا شفت الجدول، ونحاول الحلقات الجاية نعرض لكم لإخواننا القريبين منا في السعودية دول الخليج. وعطني يا سلمان أوراق الانستغرام يلا، لأن الحلقة اليوم خلصت بسرعة. وتعال يا ابو داود، ومبروك اللي مفاز معانا ابو جاسم ب 100,000. يلا باكر انا بغير الكرت، حتى الريحه ما بحطها يعني. يلا بعطي ب 2000. الجواب كان جبل كلمنجارو، ما شاء الله وايد. جبل كلمنجارو. كلمنجارو ايوه اعلى. قولها عدل بس. كلمنجارو. أسيل أبوك راح للجبال هاي ولا ما راح؟ والله ما أدري، أبوي بعد وايد سافر. أبوك يسافر. أسيل عبد الرحمن التميمي ب 2000 ريال، تستاهل أسيل. أسيل عبد الرحمن التميمي أول فايز ويانا، وثاني فايز أسيل عبد الرحمن التميمي، مبروك 2000 ريال. أيهم صائب سالم. أيهم حلو. أيهم 2000 ريال. 2000 ريال. جبال شنو؟ كلمنجارو. ما تعرف تقولها. وآخر فايز إيمان راشد سند. إيمان راشد فازت ب 2000 ريال، يستاهلون كل اللي فازوا اليوم في الانستغرام وتويتر. انتهت حلقتنا الليلة، باكر عندنا الجمهورية العربية السورية الشقيقة، حلقة حلوة، راجعوا عنها، خلوا مستر جوجل جنبكم وخلوا ناس حواليكم يساعدونكم، وأمية ثانية باكر والعشر الأواخر إن شاء الله ما حد يخسر معانا. تصبحون على خير، مع السلامة. عاشق أنا الترحال، ومن ديره وديرة جايب معاي سؤال. رحال أنا رحال، وعاشق أنا الترحال، جايب معاي سؤال. معلومة أو معلم ولا مثل ينقال، واللي يجاوبني يبشر بطيب الفال. معلومة أو معلم، معلم ولا مثل ينقال، واللي يجاوبني يبشر بطيب الفال. ومن ديرة الطيبين كل يوم أنا رحال، من ديرة الطيبين
كل يوم انا رحال.